النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العنوان. مجلس إدارة الأهلي يعلن عن مشروع الاستاد. محمود طاهر استاد الأهلي أصبح حلم للجميع. والبدري ثقتي في إكرامي كبيرة ونسعى لكسب حارس جديد. بطولات إنجازات مشوار مليان أساطير جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير. بطولات إنجازات مشوار مليان أساطير جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال المهندس محمود طاهر رئيس نادي الأهلي أن مشروع استاد الأهلي أصبح حلم للجميع. وأكد طاهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن استاد الأهلي الجديد أن مجلس الإدارة يعمل منذ عام ونصف على إخراج هذا المشروع إلى النور. وأضاف طاهر أن الأهلي مؤسسة عظيمة ولذلك كنا حريصين على أن يكون التصميم الخاص بالاستاد الجديد في أفضل صورة، مشددا على أن الأهلي ككيان كبير يستحق أن يكون له استاد على الطراز العالمي، وهو ما تسعى إليه إدارة الأهلي مهما كان من يدير النادي خلال الفترة المقبلة. قال فابريس رينو مدير مندوب الشركة الفرنسية والتي ستقوم بإنشاء استاد الأهلي أن الشركات عملت في مصر لمدة 10 سنوات ويساعدها أن تكون جزء من استاد الأهلي. وأضاف أن الشركة قامت بدراسة البيئة المحيطة بالاستاد في مدينة الشيخ زايد وتصميمات ملاعب أكبر الأندية العالمية قبل أن يتم وضع تصميم استاد الأهلي. وأوضح مندوب الشركة الفرنسية أن التصميم الحالي لاستاد الأهلي ليس نهائيا ولكن مرن وقابل للتعديل في المستقبل إذا كان هناك أي إضافة على التصميم. قال محمود عطلة رئيس شركة سي آي كابيتال أن مسألة بناء الاستاد على مستوى العالم أمر صعب جدا ومكلف للغاية، وهو ما يجعل للناديين في ألمانيا يلعبان على نفس الاستاد. وأضاف أن الأهلي لابد أن يحقق استفادة اقتصادية من إنشاء استاده الخاص، ولذلك سيلحق به مطعم ومستشفى ومول تجاري وأكاديمية. وأشار عطلة أن تأخر إصدار قانون الرياضة المصري تسبب في تأجيل مشروع استاد الأهلي أكثر من مرة، وأوضح أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة في استاد الأهلي ستكون في المتناول كي تناسب جمهور قلعة الحمراء، ولكن في مقابل هذا سيتم رفع تذاكر المقصورة. قال الألماني أكسل مسؤول الشركة المسؤولة عن استاد الأهلي أن التغطية الإعلامية سيتم توفيرها بشكل جيد لكل من يشاهد عبر التلفاز أو من أرض الملعب سوف يتمتع. وأضاف نسعى الآن لتوفير الطاقة والاستدامة مثل ما فعلنا في مشاريعنا السابقة، والأهلي هو جوهرة الكرة السمراء، لذلك هذه الجوهرة سوف تنعكس على مشروعنا، لذلك ربطنا المثلثات في تصميمنا استاد بشأن النسر. قال أيضا أن النسر كان أهم شيء لدينا حيث استعملنا الأجنحة بشكل جيد لدعم الاستاد من جميع النواحي، فإن كنت تستقل طائرة سترى النسر بشكل جيد. نتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن استاد الأهلي الجديد.
بيكم جميعا، برحب بالسادة الضيوف بكل الحضور الكرام، برحب بأعضاء وعضوات النادي الأهلي، بجمهور النادي الأهلي اللي النهاردة بنعلن عن بدء الخطوات التنفيذية إن شاء الله لمشروع استاد النادي الأهلي اللي كان حلم بالنسبة لنا كلنا، وأعتقد أنه أصبح حقيقة وواقع. ف احنا بس قبل ما نتكلم في العرض بتاع الشركات اللي ساهمت في دراسة الاستاد ودراسات تفصيلية بتاعته، احب اقول ان احنا كمجلس ادارة حالي بتنتهي مدتنا القانونية في خلال ايام قليلة، وبنتمنى من المجلس القادم ايا كان من هو فهو من ابناء النادي الاهلي، واحنا متعودين انه زي ما بقول دايما انه اختيارات الجمعية العمومية الذكية والواعية للنادي الاهلي دائما ما تختار من هو اصلح لادارة شؤون النادي الاهلي على مدار 110 سنة، وهو ما أدى إلى زيادة هذه الشعبية وتراكم قوة النادي الأهلي على مدار هذا التاريخ. فأنا يطيب لي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أشارككم وأشارك الأعضاء والجماهير الاطلاع على التصميمات الهندسية والدراسات الاقتصادية للاستاد الجديد للنادي الأهلي. ما سنشاهده وسنستمع إليه هو محصلة جهود استمرت أكتر من عام ونصف. احنا بقالنا سنة ونصف شغالين بجد في هذا المشروع، ورأيت أن يكون أنا وزملائي أن تشاركونا هذا الحدث أمام الرأي العام. فالمشروع ملك ليكو، ملك الجماهير النادي الأهلي، انفق في اموال وبذلنا فيه جهود كثيرة. كل من هو في ادارة النادي الاهلي سواء مجلس ادارة او ادارة تنفيذية او مستشارين قد شاركوا بمجهود جامد في هذا المشروع حتى يخرج الى النور، وحصل فيه شغل كتير قوي. كل خطوة كنا بنعملها كنا ندرك ان اعضاء النادي الاهلي وجماهيره لا يقبلون الا بان يكون الاهلي هو رقم واحد، ولا يقبلون المركز الثاني في اي حاجة، ولا في الكورة ولا في النشاط الرياضي ولا في الخدمات الاجتماعية ولا في الخدمات الثقافية. النادي الاهلي هو مؤسسة عظيمة قاطرة وتمثل كل فئات هذا الشعب، فالنادي الاهلي هو النموذج المصغر لمصر. حصل شد وجذب كثيرا مع الشركات المتعاونة معانا والمتعاقدة معانا عشان هذا المشروع، وقدرنا نوصل في الاخر للي هتشوفوه وهتسمعوه دلوقتي. بشكر على الدعوة الكريمة، طبعا انا اهلاوي صميم بس عشان الحقيقة عايز احيي المهندس محمود على المجهود ده يعني تبقى حاجة عظيمة. انا تصادف ان انا زرت الاستاد بتاع ليون، معرفش اذا كان شبير هم اللي عاملينه ولا لا. حاسس ان الكومن هير اون ماي بايلت فور ذا بروفيسور شبير شابين بريزنتش كان جرانت يعني ان بيتن في دي سيجوت اربعه يعني. معلش انا بشكره يعني على المجهود اللي اتعمل. انا كنت اعرف صاحب المكتب ده وتوفى وراجل عظيم يعني. فالحقيقه مش عايز اقول لكم ده حلم يعني لو اتعمل، وبعدين المساله مش هتبقى سهله. طبعا استاذ محمود هنا سهل لكم الموضوع عشان لكن لما يجي يلم الفلوس هيتعب قوي يعني، لان الناس طبعا بتحط فلوس عايزه تكسب وبتاع. وانا برضه عشان بس الاقاويل اللي بتتقال انا مش جاي لا اشتري النادي ولا اعمل حاجه، انا بحب النادي ده واي حاجه محتاج لها اساعد فيها يعني. والحقيقه المره دي الانتخابات صعبه قوي، لان الفريقين فريقين كويسين وكلهم من ابناء النادي وكلهم بيحبوا النادي ده.
فمش هنزعل قوي مين يكسب يعني، لان ما جماهير عموما مش هتطلع حد وحش ابدا يعني للنادي ده. انا منحاز، ايوه انا منحاز يعني، عشان بس ما حدش نقطع الشك مني يعني. لا، وجهه نظري ان احنا كرجال اعمال مش عيب ان انا انحاز لواحد راجل اعمال، لان احنا مش شغلتنا هي الاداره. والمساله النهارده انتم شايفين مساله مش مساله بس يعني نلعب كره وهي كره يد او رياضه بس، مساله فيها شق مهم جدا، وده تحدي هيبقى كبير جدا الاستاد ده يعني. برضه عشان تبقوا عارفين انتوا بتتكلموا في 4-5 مليار جنيه عشان مشروع زي ده يتم. عشان يتم محتاج برضه فريق قوي، وانا شفت الفريق اللي مع محمود هو مش لوحده، كلهم ناس محترمه، ومش هقول حاجه على الفريق الثاني، كلهم محترمين برضه. ويعني نرجو ان وحاجه حلوه قوي ان يبقى في منافسه بالمنظر ده يعني، بتدينا امل ان اللي هيطلع لازم يبقى هيطلع حاجه كويسه جدا، لان ده احسن نادي في مصر. وشكرا. طبعا احساس يعني تقريبا انا زي جمهور النادي الاهلي، حلم جمهور النادي الاهلي كله وحلم اعضاء النادي الاهلي، وربنا يا رب يوفقنا وننتهي من العمل ده في الميعاد المحدد، وربنا يوفق اللي هو يقدر يكمله ان شاء الله. من الحاجات اللي رائعه اللي شفناها النهارده ان مش هيبقى استاد بس، هيبقى استاد واكتر من حاجه كمان، منشاه جوه، وده اللي فعلا بيليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي القرن زي ما احنا عارفين، والاكثر حصولا على البطولات، فلابد ان يبقى ليه حاجه زي كده. بتشوف الشرح ده مع الديزاين ده ازاي يا استاذ محمد، بما انك خبره طبعا في الموضوع؟ طبعا شفنا امبارح في ماتش بتاع النادي الاهلي والاسماعيلي لعيب من اللعيبه بتاعتنا اتكسر، طبعا ممكن الكسر بتاعه ده يكون خطر جدا، عقبال ما ينقلوه المستشفى. وكانوا النهارده هيبقى عندنا مستشفى على طول، يطلع من الملعب على المستشفى على طول، فده انجاز. الحاجه الثانيه اللي قالوها برضو متحف النادي الاهلي، زي ما احنا شايفين عندنا النهارده النادي الاهلي مليان انجازات من 1907 لحد النهارده. كل الكؤوس وكل الدروع هتتحط فين؟ وتاريخ النادي الاهلي زي ما بيقولوا ان حلم النادي الاهلي سنه 1907 انهم بنوا استاد مختار التتش، الحمد لله نجحنا فيه، وكل يوم بتزيد الانجازات دي، لازم عندنا متحف للكلام ده كله. الحاجه الثالثه اللي هي اكاديميه الكوره، وده لازم زي النهارده شفنا اللعيبه بتاعتنا النهارده ما شاء الله، محمد صلاح بره، كابتن رمضان صبحي النهارده بقوا بفلوس كتيره جدا، فلازم نستثمر في الناس ديت. هنستثمر ازاي؟ ان هيكون عندنا اكاديميه قويه تقدر تطلع لنا ناشئين يلعبوا معانا هنا ويلعبوا معانا ويلعبوا بره ويخدموا النادي الاهلي ويخدموا منتخب مصر ان شاء الله. مبدئيا هو اصعب حاجه هي الاستاد، طبعا هو في مستشفى وفي محال تجاريه وفي متحف، لكن هو الاساس هو الاستاد. الجزء ده كان مهم جدا ان احنا نشرحه النهارده، لانه ما كانش على هوا مجلس اداره، يعني مجلس اداره مش هيجي يقول انا عايز متحف او النائب انا عايز مستشفى، لا، ده موضوع درس جدا. وشركه بحجم ارنست اند يانج، ودي من اكبر شركات في العالم في هذا المجال، ان هي درست الموضوع وقالت احنا فعلا محتاجين مستشفى وبكذا سرير ومستشفى متخصص في كذا وكذا، محتاجين اكاديميه، لان الاكاديميات دي هي اللي بتغذي النادي، والنادي الاهلي طول عمره معروف ومشهور باكاديميه النادي الاهلي. الموضوع هيبقى على مستوى علمي اكتر وهيبقى مستوى عالمي، وزي برضو ما تفضلوا يعني رجال اعمال العظام اللي اتكلموا النهارده، الموضوع في الاخر برضو اصبح فيه جزء كبير بزنس. يعني النادي الاهلي هيطلع اشبال وهيطلع لعيبه، ومش لمصر بس، ده يمكن يدي لاوروبا كلها يعني. فالموضوع يعني فعلا هو بخلاف انه حلم، هو يعني أسطورة هتتحقق إن شاء الله. والله إحنا نبارك لكل الأهلاوية، سواء جمهور، أعضاء مجلس إدارة، كل الناس. الحلم ابتدى يتحقق، النواة بتاعته ابتدت تتحط، الحمد لله. إحنا بقالنا سنتين بنجري في الموضوع ده، قدرنا إن إحنا نجيب شركات عالمية تخش، سواء دلوقتي حاليا يعني الشركات العالمية اللي جت دي علشان الديزاين اللي هي الشركة الألمانية، والشركة التانية اللي هي السي كابيتال اللي مشاركة معانا في قصة التمويل. فالتمويل جاهز والديزاين بتاعه جاهز، ديزاين خد وقت كتير يمكن شوية علشان يطلع حاجة عالمية نأمن بيها دخول وخروج الجمهور، ان عشان نعمل فيها نعظم من تاريخ النادي الاهلي بان احنا نعمل متحف وان احنا نعمل مستشفى طبيه على اعلى مستوى. الحاجات دي كلها جاهزه دلوقتي، مش ناقص بس غير ان احنا نخلص التصاريح. المكان طبعا جاهز اللي هو الشيخ زايد، ناقص بس التصاريح. اول ان شاء الله ما تخلص هنشرع على طول في البدايه، سواء احنا موجودين في المجلس القادم او اي حد تاني موجود في المجلس. احنا بنطلب منه لو سمحت لازم تبدا في الموضوع بسرعه، لان ده حلم الاهلاويه. احنا جهزنا القصه وهي دلوقتي على نقطه الانطلاق، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يدينا كلنا طول العمر ونحضر الحلم ده وهو بيتحقق على ارض الواقع.
إلى أخبار الفريق الأول، حيث عبر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز والذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في الدوري، لافتا إلى أنه فوز مهم على حساب فريق قوي ويقدم نتائج طيبة من بداية الموسم. وأوضح البدري أنه تحدث مع اللاعبين خلال الفترة الماضية عن أهمية الفوز بكل المباريات المؤجلة، وهو ما نفذه اللاعبون بالفعل خلال المباريات الماضية، خاصة وأن الفريق يتحرك بقوة نحو صدارة الدوري. وأشاد البدري بأداء اللاعبين في الشوط الثاني بعد أن حصل الفريق على العديد من الفرص للتهديف من خلال اللعب والضغط على مناطق تحضير المنافس، بعد أن كان الفريق يضغط بشكل غير ملائم في الشوط الأول. في خبر آخر، قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أن شريف إكرامي حارس المرمى الكبير هو حارس كبير، موضحا أن ثقته في شريف إكرامي بلا حدود، والدليل على ذلك أنه دعمه بقوة الموسم الماضي. وأوضح البدري أنه لا يوجد أي مشاكل مع شريف إكرامي أو صالح جمعة، ولكن دخول أو خروج أي لاعب من قوائم المباريات يعود في الأساس إلى وجهات نظر فنية. وأشار البدري إلى أن الدفع بمحمد الشناوي في المباريات الأخيرة يعود إلى رغبته في أن يكسب الأهلي حارسا جديد يضاف إلى شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق حقق فوزا هاما على الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، لافتا إلى أن الإسماعيلي فريق جيد ويقدم مستوى مميز هذا الموسم. وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن المباراة كانت صعبة للغاية وهامة في مشوار الفريق بالدوري، لافتا إلى أن الأهلي كان حريصا على تسجيل هدف ثاني بعد هدف عمرو السولية لتعزيز النتيجة، خصوصا وأن الإسماعيلي أثبت هذا الموسم أنه يمكنه العودة في النتيجة حال تأخره. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster. Boulder. Or better with a mold. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. تلقى كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول دعوة من إحدى الشركات العالمية للسفر إلى روسيا وحضور مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم 2018. وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى كأس العالم بعد احتلال صدارة المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية على حساب منتخبات غانا والكونغو وأوغندا.
أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانا منفردا بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء. وحرص إكرامي على أداء تدريبات منفردة قوية في ملعب التتش رغم الراحة والتي منحها الجهاز الفني للاعبين من الميران اليوم عقب خوض لقاء الإسماعيلي أمس الاثنين ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الممتاز. قصيرا نعود إلى متابعة أخبار منتخبنا الوطني. الوطني واتحاد الكرة، حيث حدد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول الفترة من 20 وحتى 27 من مارس المقبل موعد الانطلاق معسكر المنتخب استعدادا لكأس العالم. وطلب كوبر من مسؤولي اتحاد الكرة خوض 3 مباريات ودية بدلا من مباراة واحدة خلال تلك الفترة. واشترط كوبر أن تكون المباريات مع منتخبات أوروبية، جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة مصر والنيجر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي كان مقرر لها 27 من شهر مارس المقبل. أكد إيهاب ليطا مدير المنتخب الوطني الأول أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اقترح إقامة مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في سبتمبر المقبل. وأضاف ليطا أنه في حال اعتماد لجنة المسابقات في الكاف المواعيد المقترحة سيخوض المنتخب الوطني مباراة النيجر في شهر سبتمبر المقبل. كان المكتب التنفيذي للكاف قد قرر تأجيل مباريات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا بناء على طلب المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم حتى يتسنى لها الأعداد الجيد للمونديال. يطير الحكم الدولي جهاد جريشة إلى الإمارات يوم الجمعة المقبل للمشاركة في المعسكر والذي تنظمه لجنة الحكام بالفيفا للحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم. يقام المعسكر بمدينة دبي في الفترة من 25 وحتى 29 من نوفمبر الجاري. كانت لجنة الحكام بالفيفا قد أعلنت يوم الجمعة الماضية اسم جهاد جريشة ضمن أسماء الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم منتصف العام المقبل. حدد
الجهاز الفني للمنتخب منتخب مصر للشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي الاثنين المقبل موعدا لإعلان أسماء اللاعبين والمقرر انضمامهم لمعسكر الفريق استعدادا للمشاركة في دورة كوسافا الودية والتي ينظمها الاتحاد الزمبي لكرة القدم خلال الفترة من 6 و 16 في ديسمبر المقبلين. ومن المقرر انطلاق معسكر المنتخب يوم 28 نوفمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة ويستمر حتى موعد السفر إلى زامبيا في 3 ديسمبر المقبل. تأتي مشاركة المنتخب في دورة كوسافا الودية ضمن استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقرر إقامتها في النيجر عام 2019 حيث يخوض المنتخب مباراته الأولى في يونيو المقبل. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أنا أنت إلى متابعة الألعاب الأخرى والبداية من الكرة الطائرة حيث توج فريق النادي الأهلي للكرة الطائرة النساء تحت 18 سنة ببطولة القاهرة بعد الفوز على فريق نادي الشمس في ختام بطولة منطقة القاهرة بنتيجة 3-1 في المباراة والتي أقيمت على الصالة الصغرى بالنادي الأهلي. وسيطر الأهلي على أحداث المباراة واستطاع أن يتوج بالبطولة. ويتكون الجهاز الفني للفريق من كل من الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للكرة الطائرة بالأهلي وكابتن ياسر صلاح مدرب عام الكرة الطائرة وأحمد عبد الفتاح مدرب الفريق وأسامة عباس إداري الفريق. الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي فوزا مستحقا على فريق الجزيرة بنتيجة 77-67 في المباراة والتي أقيمت بينهما على صالة مركز شباب الجزيرة في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري المرتبط. من جانبه أكد إيهاب الألفي أن الفريق كان قد غير موقف في هذه المباراة بالدرجة الكافية رغم فوزه بفارق 10 نقاط مشيرا إلى أن الأداء لم يرضي الجهاز الفني رغم التماس العذر للاعباتنا لأن أرضية الملعب كانت تتسبب في انزلاق اللاعبات. ويحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم على أن يستأنف التدريبات مساء غد الأربعاء استعدادا لمواجهة سموحة الجمعة القادمة على صالة الأهلي في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي الثاني لدوري المرتبط. الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي فوزه الثالث بالدور التمهيدي من مسابقة الدوري الممتاز على حساب فريق الشمس بنتيجة 3-0 في المباراة والتي أقيمت اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ونجح الأهلي في حسم أشواط المباراة لصالحه حيث فاز بالأول والثاني بنفس النتيجة 25-20 فيما فاز بالشوط الثالث 25-14. وقام محمد مصلحي المدير الفني بالدفع بغالبية لاعبي الفريق خلال أشواط المباراة لمنحهم حساسية المشاركة وتجهيزهم بشكل جيد قبل المراحل النهائية من الدوري. جدير بالذكر أن الأهلي كان قد فاز في أول مباراتين بالدوري على حساب فريقي القاهرة والحوار بنفس النتيجة 3-0. We'll be right back.
استعرض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي المدير الفني على فريق السيد بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. وسيطر الأهلي على أحداث المباراة والتي أقيمت على الصالة المغطاة بسيد أكتوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25-15، 25-16 و25-19. يطير المنتخب الوطني لكرة السلة إلى أنغولا غدا الأربعاء لبدء المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2019. واختار الجهاز الفني للفراعنة 14 لاعبا للسفر إلى أنغولا، وهم رامي جنيدي وعمر طارق وأحمد سامي وعمر الجندي وإسلام سالم ويوسف شوشة وهيثم كمال وأحمد مهيب ومحمد طه وأحمد عادل وإبراهيم الجمال وعمر هشام وإبراهيم عبد الفضيل وأحمد خلف. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من الكونغو الديمقراطية وأنغولا والمغرب، حيث يشارك في التصفيات الأفريقية 16 منتخب تم تقسيمها لأربع مجموعات. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. العالمية، حيث تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. ففي العاشرة إلى ربع مساء يحل فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له المحترف المصري محمد صلاح ضيفا على إشبيليا الأسبانية في صراع على صدارة المجموعة. ويستضيف بروسيا دورتموند الألماني توتنهام الإنجليزي، وفي نفس المجموعة يلتقي ريال مدريد الأسباني مضيفه أبوال القبرصي. وعلى استاد الاتحاد بإنجلترا يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي فانرد الهولندي، ويواجه فريق نابولي الإيطالي نظيره شاختار دونستيك الأوكراني،
ويلتقي فريق موناكو الفرنسي مع ضيفه لايبزيغ الألماني. أما في 7 مساء فيلتقي فريق بشكتاش التركي مع نظيره بورتو البرتغالي، ويواجه فريق سبارتاك موسكو ماريبور السلوفيني. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. مدرب الأهلي: ثقتي في إكرامي كبيرة ونسعى لكسب حارس جديد. أما من الوفد فاليوم طاهر يعلن تفاصيل مشروع الحلم في مؤتمر صحفي. أسرر اليوم الأهلي إصابة هشام محمد بجزع في الكاحل ووضع قدمه في الجبس. ومن الشروق البدري يتلقى دعوة لحضور مباريات المنتخب في المونديال. وفي أيضا من الوطن سبور 29 مباراة تفصل الأهلي عن معادلة رقمها القياسي بالدوري المصري. من فيتو أهلي البدري 39 مباراة متتالية بدون هزيمة في الدوري. ومن يورو سبورت عربية: مهار باكا عرين مغلق والزحف نحو القمة أبرز مكاسب الأهلي من الفوز على الإسماعيلي. في الجول رغم الراحة إكرامي يتدرب منفرد وفقرات بدنية لمحمد هاني وباكا. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.